السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفية ترويض الكروان؟ طار الكروان في 5 دقائق فقط. العملية ليست صعبة والشرح سهل جدا إن شاء الله ولا تحتاج لعناء. لدي هذا الفرخ لقد قمت بشرائه منذ نصف ساعة، والآن هو كما ترون واقف على قدمي وأقوم بمداعبة رأسه وهو خائف قليلا. لقد قمت بترويضه لمدة 5 دقائق فقط وسأعطيكم الطريقة. أولا يجب عند الشراء يكون الفرخ صغير جدا، فهذا الفرخ صغير عمره تقريبا 2 شهر أو أقل من 2 شهر، ويجب عليك أن تقوم بقص جناحه عن طريق مختص طبعا، والمنقار إذا كان حاد تقوم بقصه عن طريق المختص أيضا، وإذا لم يكن حاد تجربه تقوم بتجربه على إصبعك، إذا لم يعض كثيرا لا تقوم بقصه لأنه قد يؤذي الطائر. بعدها تأخذه لديك إلى المنزل أو عند قفصه الجديد، وقبل أخذه إلى القفص الجديد سيكون جائعا في الطريق، سيكون قد جاع، وتقوم بتقديم بذور القنبز هي المفضلة للكروان والأفضل للفراخ لنمو جيد وسليم أيضا. هذه بذور القنبز تقوم بوضع واحدة في يدك وتقوم بتقريبها على فمه، سيقوم بعضك ولكن سيعض البذرة أيضا في نفس الوقت ويأكلها إن شاء الله. طبعا أول أن تجربه ستتركه دقيقة أو دقيقتان لكي يدرك أن جناحه مقصوص ولا يستطيع الطيران، وبعدها تقوم بفرك منطقة الرأس، تقوم بتركه في يدك وفرك منطقة الرأس وتتكلم معه بشكل هادئ جدا وبصوت منخفض تتكلم معه وتتركه في يدك مرة مرتين 3، وتقوم بإطعام له حبة القنبز وسوف يأكلها إن شاء الله. طبعا هذه العملية تقوم بتكرارها يوميا مرة أو مرتين لمدة 1/4 ساعة فقط. هذا هو كما ترون يقوم بتقشير القنبز وأكلها، يكون خائف وغير واثق ثم يقوم بأكلها، وهكذا مرة مرتين 3. يمكنك ترويضه بأسهل طريقة وأسرع طريقة إن شاء الله، وهو صغير تقوم بتسميته على اسم مكون من 4 حروف فقط لأنه لا يستطيع لفظها، وبعد فترة تقوم بمناداته بها يوميا وفرك رأسه على هذا النحو، وإن شاء الله لديك طائر كروان جميل ومروض بإذن الله. طبعا هذا أيضا لدي هذا الطائر منذ 15 يوما، هذا مروض ترويض أفضل بطريقة أخرى. هذا لصديق لي، كان عند صديق لي وأبويه قام بالضرب عليه كما ترون، قام بضربه ونتف ريشه، ريش رأسه وظهره، وكان غير مفتوم وليس قادر على الأكل. هذا موضوع بحث آخر وصعب بعض الشيء لأنها تحتاج إلى السرنجة والتطعيم اليدوي والفطم التي تفطمه أنت بيدك للتعويض شيئا فشيئا. سأقوم بتنزيل فيديوهات عن هذا الشيء لاحقا بشكل تفصيلي أكثر. هذا فطمته والحمد لله، ولكن هذا الذي قمت بشرائه كان مفطوم وعند البائع ومع مجموعة كروانات ويخاف من الكل، والآن هو مروض إن شاء الله، وسأقوم بإعادة العملية هذه كل يوم لمدة 1/4 ساعة فقط كافية، فرك الرأس وأعطائه بذور مفضلة له وأعطائه الماء ومناداته باسمه، وإن شاء الله سيتروض في أسرع وقت ممكن. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.